السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أستضيف اليوم الدكتور شريف يونس في حوار حول كتابه البحث عن الخلاص. في هذا الكتاب بصراحة أنا فوجئت بالمحتوى الكبير والمهم، وأعتبره مهم إلى درجة كبيرة جدا، وأرى بأن هذا الكتاب يستحق منا دراسات، متابعات نقدية أو فكرية للأطروحة التي قدمها هذا الكتاب. أستضيف الدكتور شريف يونس يحدثنا عن هذا الكتاب، وهو اسمه البحث عن الخلاص، صادر سنة 2016 و14 و2014، وهو يعني المشروع كان هدفه الرئيسي هو تقديم نظرة، حسب تعبير مقدمة الكتاب، تقديم نظرة نقدية شاملة لتاريخ الدولة والإسلام في مصر الحديثة. فأهلا وسهلا بالدكتور، وأتشرف بأنه أنا قابله حول هذا الكتاب الذي أجد أن من الضروري التعريف به. مساء الخير وشكرا ليك على هذه الاستضافة ولكل الناس اللي هيسمعونا بعدين. يعني شكرا جزيلا. أنا مهم الآن الكتاب بصراحة لم أقرأه بالكامل، لكن أنا أخطط لأن أقدم تصور شامل عن الموضوع حول مشروع الكتاب. ماذا يريد أن يقدم الكتاب من أفكار، وما هو مشروعه، وما الذي توصل إليه؟ ففي المحور الأول اللي راح نتناول في مشروع الكتاب ككل، وبعد ذلك في حلقات مقبلة نتناول الفصول فرادى أو على حدة كل منها في اتجاهه الخاص. ففي البداية أنا أسأل الدكتور سؤال حول ما أهمية هذا الكتاب وأهمية الطرح الذي يطرحه. يعني أنا طبعا شايف إن أهمية هذا الكتاب بيحددها القارئ قبل أي شيء آخر، ولكن أنا كنت مهتم بكتابته لأنه الكتاب كان يعني إنه أنا عايز أقدم تصور مختلف عن التصورات السائدة في تاريخ مصر الحديث، مش من زاوية المعلومات أو اللي هي الأحداث الجزئية أو الأفراد أو تاريخ الأفراد، ولكن من زاوية إزاي ننظر لتاريخ مصر بصفة عامة. يعني كيف يبدو، كيف يجب أن يتبدى لنا تاريخ مصر الحديث بصفة عامة؟ هل هو فعلا يعني ما هو المحور الأساسي للسردية الخاصة بهذا التاريخ؟ هو هنا السؤال اللي برأيي، إنه ما الذي يختلف في هذا الكتاب عن بقية القراءات النقدية أو التحليلية للتاريخ المصري؟ هذا أنا اللي وجدته شخصيا في هذا الكتاب، إنه هنالك طرح مختلف، وأيضا أدوات منهجية مختلفة تماما عن المنهجية السائدة التي تتناول دائما مناهج سياسية، مناهج تاريخية، لكن وجدت هنالك منهج فكري أكثر عمقا من غير من المناهج الأخرى. هذا اللي أثارني بصراحة. فما ماذا ما ما هو ما الذي يختلف فيه الكتاب عن الآخرين؟ الفكرة الأساسية في الكتاب إنه في أطر بيتم جواها دراسة تاريخ مصر الحديث، اللي هي وتاريخ المنطقة كلها الحقيقة بصفة عامة، يا إما المنظور الوطني بمعنى إنه مصر دولة وطنية وكانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني لفترة من فترات، ومن هنا تولد المشروع الوطني خارج الإطار الأكاديمي في البداية ثم في الإطار الأكاديمي نفسه. وطبعا في الدراسة الأكاديمية بيتم تقديم دراسات كتير في نواحي جزئية كتير، ولكن هي ملتزمة بصفة عامة داخل الإطار الوطني، اللي هي فكرة إن هناك أمة يعني تحاول أن تحقق خلاصها أو مصيرها أو ما إلى ذلك. يعني بيتم التسليم بإن مصر أمة بالمعنى أو أمة قومية بالمعنى الحديث، وفي الإطار ده بيتم عرض الدراسات المختلفة اللي بتتناول هذه المواضيع الجزئية يعني. أما البديل الآخر فهو البديل الإسلامي، اللي هو بينظر إلى إن مصر كانت جزء من الإمبراطورية الإسلامية العظيمة، ثم أتى بعد كده التأثيرات الغربية، مش بس الاحتلال البريطاني ولكن حتى التحديث في حد ذاته وما اعتبروه تغريبا، زي مثلا ادخال نظم القانون الحديثه، ادخال نظم الدوله الحديثه من محمد علي.
باعتبار ان ده شوه طبيعة مصر الإسلامية يعني، وان احنا اصبحنا تابعين ومتدورين بسبب هذه العلاقة المشوهة انجاز التعبير بالغرب. فدي الاطر اللي بيتم فيها تناول تاريخ مصر الحديث. يمكن ده مش واضح قوي في السرديات الأكاديمية اللي هو التيار الثاني ده، ولكن موجود في كتابات كتير وحتى له وجود في الأكاديمية المصرية. هو اللي لاحظته أنا مثلا، أنت عندما تتحدث عن بوادر ظهور الشخصية المصرية حسب تعبيرك، أنه قلت أنه كما تقول تقديم نظرة نقدية شاملة لتاريخ الدولة والإسلام في مصر الحديثة، هنا السؤال يكمن في أنه يعني هذه الدولة هل هي شيء مستورد من الخارج، هل هي دولة حديثة بمعنى الغربي بمعنى العلماني، أم هي أيضا بالقياس نفس المحور الثاني اللي أنت تحدث عنه بأن الإسلام أيضا يطرح نموذج لبناء الدولة وللدولة ككل وفق ما يزعمون بأنها هي دولة على منهج على نهج الخلافة أو نهج السنة والتاريخ الإسلامي. هذان النموذجان ايضا مستوردان. وبعد ذلك تتحدث عن مصر الحديثة وظهور بوادر ظهور الوطنية المصرية، وقلت بان ظهرت الوطنية المصرية كأنما كانت هي نائمة واستيقظت. الاسلامي ايضا يقول الاسلام نائم وسيستيقظ ولدينا صحوة. فهل كانت هناك وطنية مصرية جرت استعادتها؟ في تقديري لا، يعني لم صناعتها لم تحدث الأمور بهذا الشكل، ولكن هي ترتبت على دخول مصر العصر الحديث. وطبعا دخول مصر في العصر الحديث ده شيء لا يميزها على الإطلاق، يعني أندونيسيا دخلت، الكاميرون دخلت، البرازيل دخلت، كل العالم دخل العصر الحديث يعني. فمصر أيضا هي دخلت العصر الحديث كجزء من الدولة العثمانية، يعني ان كان في احد البشوات اللي بيحكموا باسم الدوله العثمانيه محمد علي قطع شوط في بناء الاجهزه بتاعه الدوله الحديثه، وده كان ضمن مشروع عثماني، والمشروع العثماني كان ببساطه الهدف منه عدم سقوط الدوله العثمانيه، لانه اللي حصل ان الدوله العثمانيه كانت في القرن ال16 هي اقوى قوه في اوروبا على الاطلاق، والنموذج الذي ينظر اليه الاوروبيون باعجاب. ولكن مع مجيء أواخر القرن 17 ابتدت تتعرض إلى هزائم ساحقة، وابتدت تفقد بعض الأراضي التي فتحتها، وظهرت روسيا التي أخذت في منهج الحداثة برضو، يعني استوردت إنجاز التعبير الآليات الأوروبية في بناء الدولة في عهد بطرس الأكبر. وبالتالي الدولة العثمانية وجدت انه لابد من ان هي ايضا تقتبس هذه الاشياء التي جعلت اعدائها اقوى منها. وفي الاطار ده كانت محاولة محمد علي اللي عملها لحسابه الخاص ولحساب الدولة العثمانية في نفس الوقت، ومن هنا ابتدى الموضوع. فهنا هل معنى كده ان دي شيء وافد؟ هو وافد بمعنى انه الحداثة لم تبدأ في مصر أو لم تبدأ في الدولة العثمانية، لا في كل مكان، ولكن بمعنى آخر هو ده عصر جديد. طب ما هو في نفس الوقت ما احنا ممكن نتكلم على ان الأديان التوحيدية وافدة ببساطة، لانه لما نيجي نشوف التاريخ القديم هنلاقي الحضارة الفينيقية والحضارة البابلية والأشورية والمصرية القديمة وغيرهم، وكان دي حضارات موجودة مش أي معنى فكرة التنازع على المكان نفسه وليس شيء وليست مستورد. ومع ذلك من وجهة نظر التاريخ الإسلامي أن يعني هذه الشعوب يعني من عليها الله بالإسلام بالتوحيد، وبالتالي فخلاص يعني أن هو ده الوضع اللي احنا يجب أن نستقر عليه. هو في الحقيقة احنا نقدر نقول احنا بننتقل إلى مش احنا بس، البشرية كلها انتقلت الى عصر جديد اسمه العصر الحديث. بيختلف بقى في كل حاجة، في بنية الدولة، في طبيعة الثقافة، في طبيعة الفكر، في طبيعة النشاط الاجتماعي، طبيعة التقسيمات الاجتماعية، الطبقات الاجتماعية اللي موجودة، ومن كل النواحي يعني.
وكان لابد من الدخول بشكل أو بآخر، وإلا كانت تتعرض للفناء، يعني زي ما حصل بالنسبة مثلا للهنود الحمر. يعني الهنود الحمر هم كانوا يعني متأخرين جدا جدا، وتعرضوا لأوبئة ما كانوش واخدين عليها وهكذا، ففنى معظمهم وتحولوا إلى أقلية هامشية لا تذكر. فإنما هنا ما كانش الوضع يعني متدور إلى هذا الحد، كان في بالعكس يعني إدانة عملية الـ يعني إدخال الأدوات الحديثة، ده يعني دي يعني إدانة مجانية يعني، ولا نعم تدرك شيئا في طبيعة الأمور. يعني هي كما لو كانت المسألة اختيارية، هي المسألة ما كانتش اختيارية، كانت مسألة جوهرية لمجرد الحفاظ على وجود هذه الشعوب في التاريخ. بهذا المعنى، وكما طلعت من خلال الكتاب، بهذا المعنى أنه فكرة الوطنية هي أيضا فكرة مستوردة، وجرى تأسيسها، الوطنية المصرية والوطنية العراقية أو الشامية أو السورية وتفر، يعني جميع هذه الوطنيات هي وطنيات مستوردة بفعل تأثير الحداثة، فبالتالي هي أيضا وافدة وفكرة موجودة، ولكن كما أشار الكتاب إلى أنه هناك تياران، التيار الوطني الذي بدأ يتشكل على يد شخص هو أجنبي أصلا ليس وطني، هو محمد علي، وبعد ذلك ظهرت التيارات المتنافسة الإسلامية. وأنا في وجهة نظري يعني كما أرى يبدو أن التأثيرات العثمانية ما زالت موجودة، يعني الإسلام السياسي ما زال متأثر بالنموذج الإسلامي العثماني، عندما ترى ما يحدث كأنما هنالك سلطنات عثمانية ما زالت تتصارع، يعني قصدي أنه ما زالت صراع السلطنة أو ما يعني آثار أو الفكرية بمعنى العامة للسلطنات العثمانية ما زالت تتصارع مع الفكرة الوطنية. ما رأيك بك؟ أنا أنت أعتقد أشرت إنه للحالتين يعني، لكن ما دمجتهم يعني. بس يعني أول حاجة أنا عايز أتكلم فيما يتعلق بمسألة الاستيراد في حد ذاتها. نعم لو إحنا عايزين نتكلم عن الاستيراد، الوطنية طارئة على أوروبا كما هي طارئة، أو طارئة على الغرب كما هي طارئة عندنا. نعم يعني إنه لم تكن أوروبا تعيش في العصور الوسطى في صورة قوميات على الإطلاق، هذا لا يمنع، لا يمنع وفرنسا لم تكن هناك قومية فرنسية، وكان في اختلافات واسعة جدا موجودة ما بين الأقاليم الفرنسية حتى في نعم بعد قطع شوط من الحداثة في فترة الثورة الفرنسية مثلا. والدولة الفرنسية ما بعد الثورة هي اللي عملت دور كبير في توحيد اللغة صحيح بالفعل، واللهجة وما إلى ذلك. كلام دقيق. ففكرة إنه إن في يعني، أنا بقول الكلام ده ليه رغم إن هو بديهي، ولكن هي المشكلة إن الموضوع هنا بيفهم بشكل غريب جدا، إنه بيفهم ان الوطنيه ده شيء غربي اصيل وتم استيراده فهو غريب عننا. يعني زي نعم ما بالظبط انك يعني مثلا تلبس لبس القبائل الافريقيه مثلا، يعني لو احنا ما نعم نعم بنلبسوش ولماذا نلبس؟ هو لبسهم هو طالع في بيئتهم بشكل طبيعي، ايه لكن هو غريب عننا. بس هي المساله مش كده، لان الوطنيه ايضا كانت غريبه عن اوروبا، دي مرحله تاريخيه جديده في تاريخ البشريه، لكن وليست يعني شيء بينتمي إلى إقليم معين ولكن هو غريب عن الأقاليم الأخرى. وعشان نعم كده هنلاقي إن الظاهرة القومية بتتمدد في العالم كله، واليابان وما إلى ذلك. هل هي اليابان أصلا يعني هي كانت جزء من الغرب، أو نعم عندها نفس طبعا التراث الثقافي والفكري والعقائد ما ولا أي حاجة من دي؟ فهنا ده بالنسبة للموضوع النفسي. هل إنه حصل بعد كده الصح؟ حصل صراع، لأنه في الحقيقة عملية الحداثة هي مش زي ما نشتري جهاز جديد ثم يعني نوصله بالكهرباء ويشتغل، إنما هو عبارة عن عملية تحول معقدة بتتم في مجتمع معقد أصلا بطبيعته، بالطبع وبالتالي في دي عملية بتاخد وقت وبتنطوي على كثير جدا من الصراعات. وتخيل إنها تبقى خالية من الصراعات مسألة مستحيلة، لأنها حصلت الصراعات دي في كل حتة بما في ذلك حتى في أوروبا مع نشأة الحداثة هناك. هو كلامك صحيح دكتور، انه يقول مثلا الوطنيه ظهرت ايضا من في اوروبا بشكل مستجد عليهم، لكن لا ننفي انها ظهرت بفعل تراكمات تاريخيه واحداث تاريخيه والحروب الاهليه وما الى ذلك. يعني الوطنيه ظهرت تعبير عن حاجه
الفكرة القومية هي الناشوناليتي، يعني هم عندهم القومية والوطنية كلمة واحدة. لكن القصد بأنه هم هنالك حاجة للخروج من الإطار الديني بفعل ضغوط الحداثة وفكر التنوير وما إلى ذلك، كلها أدت إلى ظهور وطنية. لكن المشكلة هنا واللي يتناولها الكتاب بشكل تفصيلي، هي في مشكلة كثير من المناطق بقى في العالم، انه انتشار الحداثة وانتشار الفكرة الوطنية كان تحت تأثير مشكلة مواجهة الغرب بصفته تهديدا، حتى لو هو مش مستعمر، يعني حتى قبل ان يستعمر هو موجود بصفة تهديد، وهو مثلا كان بيأكل في اراضي الدولة العثمانية بالتدريج، ولكن ما اسقطهاش غير في المتأخر جدا يعني. فهنا القصة انه يعني ما نقدرش نقول انه الدولة العثمانية يعني او الحداثة في الدولة العثمانية غريبة تماما، لان دي عبارة عن بتلبي احتياجات الدولة نفسها، يعني هذه الاقاليم التي استوردت الافكار الحداثية هي كانت مضطرة انها تفعل ذلك، زي ما بالضبط انه حصلت اكراهات في اوروبا ادت الى نشأة فكرة الدولة الحديثة، فهيئة ملكيات مستبدة في البداية قبل ما يبقى في فكرة حكم الشعب وهكذا. فعملية ان اكراهات التاريخ هي اللي بتغير الناس، ده بيحصل في طول التاريخ، يعني لم يغير الناس ابدا عاداتهم ولا تقاليدهم ولا افكارهم ولا تصوراتهم عن العالم ولا سلوكهم، إلا بفعل إن هم تعرضوا لإكراهات جعلتهم يفعلون ذلك. ومن هنا الكلام حوالين إن تأثير الغرب غير، ولكن هل الوطنية ظهرت؟ يعني هل مثلا كانت بإملاء استعماري؟ لا، ما كانتش بإملاء استعماري، كانت بفعل التحديث نفسه. يعني لما نيجي نتكلم لاحقا يعني إزاي بقى في حركة وطنية مصرية، دي حاجة ما كانوش بينفذوا فيها المصريين مثلا تعليمات الإنجليز، ده هم كانوا الحركة الوطنية كانت في مواجهة الإنجليز، فهي بنت التطورات اللي حصلت في المجتمع والثقافة والاقتصاد، وهي اللي أدت في النهاية إلى تبلور الأفكار دي ووجود جمهور متحمس لهذه الفكرة ومقتنع بيها. هو هنا هذا المحور اعتقد غطيناه بشكل جيد، وطبعا غير مستفيض لن ينتهي برايي. انا اقول ان انت اشرت الى موضوع وهو عنوان الكتاب البحث عن الخلاص، فهل نستطيع اعتبار ان الاسلام كما تتناوله هنا او صيرورة الحركة الاسلامية وتاريخها تطوراتها وبدايات ظهورها من عمليات محاولات الاحياء او التجديد والإصلاح والإصلاح الديني وأيضا مؤخرا الصحوة، هل تعتبر أن الإسلام هو أيضا كان محاولة لتشكيل نظام جديد وما زالت هذه المحاولة مستمرة ووجدت نفسها هي متصادمة مع الفكرة الوطنية أو الدولة الحديثة كما تحدثت عن هذا الموضوع بتفصيل في كتابك؟ يعني انا اعتقد انه لا، يعني ما كانتش الحركة الاسلامية هي محاولة لتشكيل نظام جديد بقدر ما كانت محاولة يا اما للتوائم مع الحداثة او لمقاومة الحداثة او لقولبتها بشكل او باخر في اطار افكار الامبراطورية الاسلامية القديمة او فكرة النظام الاسلامي او فكرة الشريعة او فكرة الطائفية حكم الجماعة المؤمنة صاحبة المذهب الصحيح والدين الصحيح وما إلى ذلك، وإنما لم تكن هي نفسها لديها مشروع واضح. وهي يمكن هذه هي المشكلة، إن هي يا إما إنها عايزة تتمرد على الإطار الوطني كله وتستعيد الإمبراطورية زي الحالة بتاعت داعش مثلا، أو إن هي عايزة تؤسلم الدولة الوطنية نفسها. لكن هي ما عندهاش في الحقيقه مشروع يعني مشروع معاد يعني هي مفلسه من زاويه المشروع، ما عندهاش مشروع خاص في الحقيقه. وهذا يعني لماذا هذا استجابة الناس لهذا الموضوع؟ لماذا الدول تدعم هذا النموذج الإسلامي؟ لأنه الأفكار والمشاعر والبنى الاجتماعية القديمة ما زالت موجودة برضه، يعني لأنه عملية التحديث هي عملية بتاخد وقت طويل جدا،
وده حصل حتى في أوروبا. يعني احنا شفنا الموضوع بتاع مثلا، يعني يجب أن نتذكر واحنا بنتخاف، يعني واحنا بنفتكر مثلا الفظائع بتاع داعش وبوكو حرام وما إلى ذلك، إن ده يعني لا يقاس خالص بالإصلاح الديني في أوروبا. لا الإصلاح الديني في أوروبا أفنى حوالي ربع سكان أوروبا. اي طبعا، بس لكن داعش ظهرت ليس بفعل من المفارقه، داعش ظهرت بفعل دعم الدول الوطنيه او تمويل الدول الوطنيه فالمفارقه هنا نوع من التآمر الوطني على الاسلامي لا، هنا. يعني من الطبيعي ان يبقى فيه، يعني ما نقدرش نقول كده، يعني ما نقدرش نقول ان حركه الاصلاح الديني هي عباره عن بإيعاز من دول. لا، كان في حركه منتشره ابتداها مارتن لوثر او ابتداها جون كالفن، ولكن في النهايه طبعا زي اي ظاهره بتفرض نفسها على الساحه العامه بتتدخل القوى اللي موجوده. فيبقى ممكن ملك فرنسا عنده مصلحه في انه يعني يساعد الاصلاح الديني علشان يعني يتعب نعم خصومه اللي في المانيا زي الامبراطوريه المقدسه، عن فرنسا وال انه يعني ما نقدرش نقول ان يعني تدخل الدول والقوى المختلفه في ظاهره زي يعني زي الاصلاح الديني في اوروبا حصلت برضو زيها عندنا في المنطقه، ان لما بقى في تيار اسلامي تم التعامل معاه. يعني الملك فاروق مثلا استخدم الإخوان المسلمين ضد الوفد، السادات استخدمهم ضد اليسار، وهكذا. ممكن قوة مثلا زي قطر وتركيا تحاول ان هي عايزة مصر تبقى إسلامية عشان تبقى بمعنى ما يعني ليهم ثقل او تبقى منطقة نفوذ ليهم. دي تدخلات، ولكن هذه التيارات مش مصنوعة، هي نعم ليها علاقة بالعملية الصعبة للتطور بتاعت، علشان كده ما بنشوفش أصوليات. بالعكس، الأصولية الدينية هي بنت التحديث اي هذه الفكرة هي هنا حتى في أوروبا. اي، وهذا حتى هنا السؤال اللي تناولت الموضوع، انه الفكرة هي فكرة الاسلام السياسي الموجود هي استعمل ادوات الحداثة نفسها الفكرية وليس الاداتية، يعني مش فقط، بالظبط. وذكرتها بالتفصيل في هذا الموضوع. هنا اسأل السؤال، انه انت اشرت الى ان هذه الاصولية هي موجودة في هذه المنطقة، لكن هذه الأصولية لم تكن موجودة سابقا. هي فكرة كلمة الأصولية بحد ذاتها هي هي مفهوم حديث، مستوردة. مفهوم حديث، هي ترجمة وتحدثت عن أرمسترونج أعتقد بشكل موسع، اللي هي فاندامنتاليزم اصلا، وتم ترجمتها. كتابها حتى نقارن بين فكرتك عن الأصولية الإسلامية وفكرة مثلا تناول أرمسترونج عندك اطلاع عليها يمكن. لا، انا الحقيقة مش مطلع على أجل كتاب عن، تناول. وأيضا هنالك آخرين تحدثوا عن الأصولية الإسلامية في في طبعا باحثين كتير اشتغلوا على كثير. المنطقة. أنا جيل كيبل يعني ناس كتير كثيرين، جدا. أين نقاط اختلافك معهم؟ انا بصفة عامة متفق مع التيار اللي بيقول ان الأصولية دي فكرة ليها علاقة بالعصر الحديث، ودي قال بيها كتير من الباحثين زي جون سبوزيتو مثلا وغيره. واعتقد انه، فانا ما عنديش مشكله في الفكره دي. انا شايف انها فكره صحيحه، ان الاصوليه مرتبطه بالحداثه وليست هي عباره عن انبعاث لشيء حصل في من 14 قرن مثلا في الجزيره العربيه اللي هو البعثه النبويه يعني، نعم وانما هي اعاده تكييف لما ورثناه من كل تراث 14 قرن ده، من أجل التعامل مع مشكلة الدولة الحديثة والتحديث بشكل يعني يناسب الكلام ده، نعم يناسب التراث ده، بس يناسبه بطريقة جديدة. يعني الفكرة هنا إنه هو مش بيتعامل، هو رغم إن هو بيقول إن هو بيستعيد التراث، لكن هو في الحقيقة بياخد بآليات الدولة الحديثة. يعني هو بيعمل تجنيد فردي، مفيش حاجة، يعني ما عندوش اي افكار حوالين دخول الناس في دين الله افواجا، لان ما عادش فيه قبائل ولا حاجات تدخل افواجا كده. يعني مفيش حاجه اسمها ان مثلا
تنظيم داعش تنضم له القبيلة الفلانية، مش ما فيش قبيلة خلاص، انت لازم الناس المقتنعة هي اللي هتروح تنضم لداعش او للإخوان او لكذا. نعم فممكن يبقى الشخص عضو في الإخوان واخوه شيوعي، ما يعني ما فيش ما يمنع يعني. صار تنوع كثير، لأنه أيضا تنوع في التناول، في الفهم، في ممكن يكون بالظبط عندك بقى علاقات. ايديولوجيا حديثة إيه؟ بتتكلم عن الفردية بتعمل نوع من الانضباط نعم. وفقا للعصر الحديث اللي هو ما كانش موجود ابدا أي لا، هو كل في العصر الاسلامي، ما كانش موجود يعني. طبعا لا، الإنسان معرض لضغوط هائلة، سواء ضغوط فكرية، ضغوط تعليمية، ضغوط في العمل، ضغوط في العلاقات. لا أقصد ليش الضغوط بمعنى ضغوط السلبية أو الإيجابية. السلبية، الإيجابية أيضا أنا أتعرض إلى فرصة، أطلع على معلومات مختلفة، فبالتالي تتشكل دائما عندي روح غايه فردية فيها فرديه. تنوع أكبر بكثير من فهو الزمن بيبقى القديم. عايز يعني يظبط الافراد. زمان ما كانش كده، زمان كان انا مثلا عضو قبيله، يعني بنتمي الى ربيعه او لاي حاجه من النوع ده، شيل كويس، فانا اوريدي عندي اللي هو كنترول. عندي بارادايم او عندي نظام ايه حياه ماشي بيه. نعم، لما القبيله كلها بتدخل الاسلام بيضاف لها الاسلام على ظروفها وتقاليدها، وعشان كده انما الفكره الاسلاميه البيور اللي هما بيتكلموا عنها دي عمرها ما كانت موجوده في العصور الاسلاميه. نعم. ده كان في تنوع شاسع، وكان في ناس لا تعرف عن الاسلام الا اسمه، وممكن ما تعرفش تصلي صح يعني في القرى، وممكن يبقوا مش عارفين فرق ايه الفرق بين المسيحيه والاسلام اصلا يعني. طبعا فهم متخيلين يعني، برضو هم بيتخيلوا الماضي حسب اللي هم عايزين يعملوه. علشان كده هم نفسهم عندهم مشكلة مع التراث الإسلامي، يعني لما تشوفوا مثلا مش عاجبهم ألف ليلة وليلة، ده دي إباحية وقلة أدب، يجيبوا حتى كتابات المفسرين ويحذفوا منها ما يعتبرون إسرائيليات. ده معناه إن هم مش ورثة التراث ده، هم نفسهم انتقائيين. انتقائيين جدا، علشان يعني هم عايزين يشوفوا الماضي كما لو كان ان هم اللي بيعملوه ده هو إعادة إنتاج للماضي، وعشان يبقى إعادة إنتاج للماضي من وجهة نظرهم يعيدوا إنتاج الماضي بطريقة مختلفة عما كان الماضي عليه. انتاج، يعيدون انتاج. يعني يغيروا الماضي نفسه علشان يبقى متفق مع تصوراتهم. هي علاقة رومانسية، علاقة انفعالية رومانسية، شو سميها؟ يعني علاقة حب، وأن أو متعود على هذا النمط، أنه أصلي وأصوم وأرفض أي شيء غريب، لكن أنا أعمل كل شيء بأسلوب جديد. وفي اطار الحداثه في النهايه يعني، لانه هو ما لا مهرب منها، هو لن يستطيع ان يعود. يعني مثلا لما حصل التحديث في الدوله العثمانيه للجيش بعد عناء، لان طبعا الانكشاريه قومت، نعم. لان اي نظام حديث الناس ممكن تعتبر ان الحداثه دي حاجه كويسه، يعني بنبقى اقوى بنبقى احسن، لا هي مش حاجه كويسه بالنسبه للكل، لان لما بيحل دايما نظام حديث او بيتم اي اصلاح لازم هيكون على حساب ناس، طبعا هيفيد ناس ويضر ناس، فالناس اللي بيضروا دول بالنسبه لهم هذا شر مستطير، فهم بيقاوموه طبيعه الامور، وممكن يشوفوه كفر وممكن يشوفوه كل حاجه. وبالتالي لكن لما في النهايه بعد ما اتقتل سلطان في العمليه دي من السلاطين العثمانيين نجح بناء الجيش الحديث، فبرضه في النهايه رغم يعني رغم ان جه مثلا بعد كده السلطان عبد الحميد الثاني ذو الميول الاسلاميه، لكن ما فكرش ابدا يرجع الانكشاريه ولا يفك الجيش الحديث، لان ده معناه انه هيدمر الدوله، معناه ان الدوله هتبقى كقشه في مهب ريح الدول الاوروبيه المحيطه. فهو رغم ان هو راجل يعني بيقول الجماعه الاسلاميه والاسلام وكل شيء، والمسلمين فوق كل الناس وكل هذا كل الخطاب ده، ولكن في النهايه الكلام ده ما كانش على مستوى اعاده النظام القديم، لانه مستحيل. ايه هو طبعا هسه الان احنا اعتقد غطينا هاي الفقره. انت تحدثت عن البحث عن خلاص، وعنوان كتابه بحث عن خلاص، لكن انت ضمن في المقدمه قلت انه يجب ان نتخلص من فكره الخلاص. هذه مفارقه يا شيخ.
يعني انا بقى هنا البحث عن خلاص مش مقصود بيه ان انا ببحث عن خلاص، انا مقصود بيه ان احنا عندنا ظاهرة اسمها البحث عن خلاص، نعم فانا بدرس ظاهرة البحث عن خلاص دي ايه كظاهرة موجودة، نعم فانه في حل نهائي اللي هو كذا، انه ما فيش ادراك لانه احنا ان الحداثة دي مسار وان احنا قطعنا فيه شوط وما زال امامنا شوط، والمتاعب اللي شفناها دي طبيعية وهنشوف متاعب أخرى في المستقبل، وإن ده هو ده المسار الطبيعي لانتقال أي مجتمع للحداثة عبر سنين طويل أو يعني عقود وقرون. لكن الأيديولوجيات السائدة اللي هي الرؤية الوطنية والرؤية الإسلامية بتشوف الموضوع إن في خلاص، يعني إن إحنا لو وصلنا للهوية الخالصة سواء الوطنية أو الإسلامية هنبقى كده ايه، تحققنا وكل حاجة هتبقى كويسة وهنبقى دولة متقدمة وقد نسود العالم وكل هذا الكلام يعني. فانا بنتقد فكرة البحث عن خلاص، ولكن انا ماني شايفها ان دي ناس غلطانة، يعني بمعنى انه ناس قليلي الذكاء، وانا هقول لهم ان لا انتوا اعرفوا الحاجة الصح لان انا اللي فاهم الموضوع وذكي. لا انا مش، القصة مش كده، القصة ان البحث عن خلاص هي ظاهرة موضوعية بتنشأ عن هذه الصراعات المرتبطة بالحداثة، يعني هي ناتجة عن الصراعات المرتبطة بالحداثة، وبالتالي فهي ظاهرة قابلة للدراسة، وبالتالي فهي بمعنى ما مشروع، يعني بمعنى ان هي نتاج طبيعي. ولكن انا الاوان ان احنا نتجاوزها ولو بالتدريج. هو معك أنا في هالكلام، إنه هو المسألة ليست بالسهولة، والإنسان دائما هو في مأزق وفي أزمة، الإنسان والمجتمع طبعا اللي هو جزء من أي مجتمع، لكن هي مسألة خلاص هي أقرب إلى الفكرة الدينية ليس إلى فكرة الدولة الحديثة. فيبدو أن مجتمعاتنا ما زالت متمسكة بهذه الفكرة باعتبار أنه خلاص هو في أن كيف أن تتقي الله، أن تؤمن بالغيب، أن تصلي، أن تؤدي الفرائض. لكن لحد الآن مفهوم الدولة الحديثة لحد الآن غير مفهوم بالنسبة للمواطن العادي، وهذا من المسألة يعني هذا السؤال، لماذا هو غير الدولة الحديثة غير مفهومة بالنسبة للمواطن، وإذا صحت كلمة مواطن اللي هي لها علاقة بمفاهيم مفهوم الدولة الحديثة أو المؤمن. فكيف لنا أن نفهم سر صعوبة تفهم فكرة الدولة الحديثة وأيضا مفهوم القانون الذي تسير عليه هذه الدولة؟ لماذا هذا الضنك في هذه المسألة؟ يعني أنا شايف إن المسألة مش حدية بهذا الشكل، يعني الناس اللي عايشين في الدول اللي احنا عايشين فيها دي من المسلمين أو المسيحيين أو غيرهم، هم متأثرين شو أو أبو في عقليتهم نفسها بمنطق الدولة الحديثة، هم عندهم مشكلة معاها. بس على فكرة الظاهرة دي عالمية، يعني لن تجد شعبا لا يشكو من بيروقراطية الدولة، نعم يعني انا اشوف يعني الناس الامريكان بيشتكوا من بيروقراطيه الدوله، الفرنسيين بيشتكوا من بيروقراطيه الدوله، آلة الدوله الصماء اللي قايمه على الفورمز او النماذج اللي بتملاها واللي حسب اللي مكتوب في النموذج هيحصل كذا او هيحصل كذا، شيء جامد ودايما الناس عندهم مشكله معاه، وبيبقى فيه احيانا كتير بيبقى جزء كبير من الجمهور مش فاهم ليه لازم يعمل كل الكلام ده، لكن بيعمله التزاما بان هو ده علشان خاطر تقضي المصلحه بتاعتك لابد ان انت تستوفي اشياء معينه. فدايما هو في يعني الى حد ما في مشكله دايما موجوده مع الاليات الحديثه دي. طبعا الاليات هنا ما في، فانا متهيألي ان برضو العقليه اللي موجوده عندنا ليست يعني عشائريه مثلا ودينيه بالكامل، والا ما كان مساله ما كانت اتحلت، يعني لو احنا عندنا الجمهور هو عشائري وديني بالكامل فلماذا تواجه الجامعات الاسلاميه مشاكل؟ لماذا لم تقم في لحظه واحده امبراطوريتها او دولتها هنا او هناك؟ دايما في مشكله، في مشكله لانه هم، لان ليه دايما هما بيتهموا بالناس ان هما مش مؤمنين بما يكفي، ان هما مش على مش مواليين لنموذج الدولة الإسلامية زي ما هما بيطرحوه، لان النموذج ده في الحقيقة مش في هما عندهم على مستوى شعاراتي، عند الجمهور على مستوى شعاراتي او افكار او حنين او مشاعر،
ولكن الجمهور ده في حياته اليومية نفسها هو متكيف بدرجة كبيرة برضه جدا مع الدولة الحديثة، وعنده مشاكل معها برضه. وعندما نجي الآن أن تتناول موضوع الثورة، ثورة 2011، وبعد ذلك ثورة على مرسي، فلاحظ أنا عندما أتجول في القاهرة أجد أن الإسلام موجود بشكل مكثف جدا، ولأن الناس مرتبطين روحيا ويوميا ولحظيا بهذا الدين وأشكال هذا الدين من خلال تراتيل وقرآن وآيات وصلوات وعملية مستمرة. في الوقت نفسه عندما راجع ثورة المصريين على مرسي هي تطلع ثورة ضد الإسلاميين، فكيف أقارن بين الأمرين؟ يعني هم هنالك صراع بين الوطنية، بين الفكرة الوطنية والفكرة الإسلامية، لكن هذا الصراع كيف، ما هي هذه الخلطة؟ يعني كيف تثور على الإسلاميين وأنت في الوقت نفسه إسلامي أو مؤمن بال الإسلام أو كل تعاليم الإسلام؟ ما هذا اللي يجعلني ما أفهم لماذا قام المصريين بالثورة اللي إزاحة مرسي وتحجيم السلفيين وتراجع يعني إزاحة إسلاميين وإبقاء على إسلامية أخرى. فأين الوطنية؟ الوطنية ما هي ده اللي هو يعني هاي المعادلة صعبة ما أفهمها. الموضوع متبس، لو أنت عايز إن الناس تمشي وفقا لمبدأ واحد بيو يطبقوه بطريقة سيستماتيك، أولا لو عايزين نطبقوه بطريقة سيستماتيك الإسلاميين نفسهم هيختلفوا مع بعض حوالين ما هو التطبيق الصحيح للإسلام أساساً. طبعا وبالتالي فما فيش تطبيق معين صحيح للإسلام، تاريخ كله هيك بالظبط. فالناس برضو فاهمين الإسلام بطرق مختلفة عديدة، مش بالضرورة ان هم ممكن يثقوا في الإسلاميين قبل ما يجربوهم في السلطة، لأنه هو الإسلاميين بالنسبة لهم ناس طيبين، ناس بيدوهم زيت وسكر بركة بيفرحوا انما في ناس كتير جدا مثلا اللي هي بتشغل القران بتتعامل مع الاسلام بصفته بركه، صله بالسماء، شيء ربع صوفي كده او شيء من هذا القبيل. يعني هو مش بيقعد يسمع بالظبط كل الكلام اللي بيتقال، يعني لا طبعا، لان هو ممكن تلاقيه مثلا في نفس الوقت بيتكلم معاك وبيشغل القران ويعمل مثلا بيشغله في الدكانه وبيبيع ويشتري ويحاسب وبتاع ويتكلم، لكن عندما ياتي الجد والاسلام يكون هو الحاكم فهو ده علاقته بالاسلام دي لا تتضمن بالضروره خالص انه يجيب اسلاميين، ولكن هو كان بيثق في الاسلاميين عشان هم رافعين شعار الاسلام ولان هم ناس طيبين وبيساعدوا الفقراء وما الى ذلك. ولكن اتضح بالتجربه بالنسبه لهم هم ان دي عباره عن طائفه عندها مفاهيم خاصه بيها وعايزه تفرضها على كل الناس، وعايزه ان هم يتسيدوا على الناس في الحارات وفي الاحياء وفي القرى وفي دواوين الدوله، وبالتالي بقى في نوع من التموفي بالاضافه ان هم فشلوا، فكل ده ادى الى انه الناس تصور ضدهم، ولا احنا مش عايزين الفئه المختاره دي اللي هي فاكره نفسها، يعني اصل هم كانهم تجسيد للنبوه صح. يعني هنا بقى في عادي، بقى في مسلم عادي وفي النبوه اللي هي تنظيم الاخوه يعني. صح. فلا احنا مش عايزين هذا النبي، احنا عندنا اسلام اوريدي اللي بتاع يعني عندنا كفيه، احنا سمعنا عن الموضوع عن النبي قبل كده واحنا تبع النبي، لكن انتوا مش النبي. انا ما النبي مستعي مختلف. المهم هو لكن هي الفكره وين، يعني عندما انت تشعر بهذا المواطن ما هي المؤثرات التي او الجهات التي اثرت على هذا المواطن؟ انا كما اتذكر او كما تحدثت عنها في كتابك انه كان هناك ضغط اعلامي كبير جدا موجه ضد الاسلاميين، وهذا هو اللي اعتقد واحده من الاسباب اللي اثرت على المسلمين. ما طبعا كان في ضغط اعلامي، بس لماذا استجابوا لي؟ يعني احنا ما هو في الاخر انت ممكن توجه رساله اعلاميه قويه جدا فتقابل بقدر كبير جدا من التجاهل. نعم ممكن. والناس ما عشان كده لما تشوف موضوع تلاقي ان المساله تمت بالتدريج، يعني مش اول ما مرسي تولى السلطه الناس صارت عليه،
ابتدى صدامات مع العلمانيين مثلا والليبراليين وكل اللي بيسموه معسكر الثورة الديمقراطية، يعني مثلا في أكتوبر، يعني بعد 3 أشهر أو حاجة من تواليه يونيو ويوليو وأغسطس أكتوبر، يعني نعم بعد 5 أشهر. نعم وبعدين بعد كده ابتدى الموضوع يزيد، وبعدين ابتدى يحصل صدامات في الأحياء وفي المحافظات وغيرها. وبعدين ابتدى يبقى فيه مساعدة من قبل كما يقال، يعني وإن كان أنا ما فيش تحديدي وثائق بهذا الموضوع، إن كان فيه بعض أجهزة الدولة اللي أيضا يعني تذمرت من سلوك الإسلاميين معاه، فابتدت تساعد التمردات دي. ومن هنا ظهرت حركة يعني عملية حشد منظمة من خلال جمع توقيعات من أجل انتخابات رئاسية مبكرة لحركة التمرد. حركة التمرد كانت الناس متحمسة وبتعملها بنفسها، وقطاعات من الإعلام تشجعت بقطاعات الدولة دي وابتدت تهاجم الإسلاميين وما في السلطة، وخاصة إن كتير منهم كانوا متعاطفين مع الثورة بالمعنى الديمقراطي ليها. يعني في مشكلة إن الإسلاميين لم يكونوا مسيطرين تماما على المجتمع كإسلاميين، الإسلام في كل حتة، ولكن كإسلاميين كبرنامج سياسي إسلامي لا، ما كانش عندهم هذه السيطرة الأيديولوجية في المجتمع. وعشان كده في الانتخابات الأولى لما مرسي أخذ أقل من ربع الأصوات، لما كان فيه مرشحين كتير نعم هو خد أكتر بحاجة بسيطة، خد 51% من الأصوات في انتخابات الإعادة ما بينه وبين شفيع، حد يعني تاني فرق بسيط. شفيق. لكن ياما لما في المرحلة الأولى لما كانوا مرشحين كتير هو أخذ أقل من ربع الأصوات، نعم لا لا بسبب فهو ده ليس كان حبا، هو ده حبا كان ثقة ربما هو ده ليس كان حبا ثقة في مرسي إنما يعني كرها فيه. هم ما كان يعني ما كانوش مسيطرين على صح الجو، يعني طبعا. مش لا أنت شو يعني بالكتاب كيف رأيت مستقبل هذا الصراع بين الوطني والإسلامي؟ يعني أنا شايف إنه الصراع ما بين الوطني والإسلامي هو بيصب في دائما وبانتظام لصالح الفكرة الوطنية. ليه؟ لأنه ده مسار التاريخ، يعني هو دي المشكلة، ليها علاقة بتكوين طبيعة تكوين الدولة نفسها. يعني الدولة الحديثة نفسها لا تحتمل ما يفعله هؤلاء، يعني دي يعني أو البرنامج بتاعهم يعني. واحنا شايفين مثلا في تجارب كتير ما اتعمل في السودان واتعمل في حتت تانية كتير، الفكرة دي وصلوا السلطة فعلا وحكموا، ولكن في النهاية يعني هو بيواجه قدر كبير من طاقة الدولة لقمع الآخرين. يعني هو قدرته على انه يعني لأنه مش مفتوح، يعني الدولة الوطنية لازم يبقى جهاز الدولة اللي هو بيسيطر على الأوضاع العامة كلها، ده لازم يبقى مفتوح لدخول الناس، نعم ما يبقاش فيه مبدئيا ان في قطاعات كبيره من الناس ممنوعه من انها تدخل وتتلقى فيه. هم بيكلموا حوالين لا، ان احنا يعني دي دوله اسلاميه هيحكموها المسلمين، يعني الآخر مرفوض. فالاخر مرفوض او يبقى في المناصب الصغيره او حاجات زي كده، وان هم هيفرضوا عليهم كمان تشريعات خاصه بيهم، وعملوا الدستور بتاعهم الزناكة الإسلامية، وابتدوا كمان إن يعملوا يعني الدستور كان فيه شيء أصلا تخريبي للدولة، لأنه كان بيقول إن القضاء كان ممكن يحكم بالشريعة مباشرة، يعني قبل ما نقنن الشريعة أنا ممكن كقاضي إسلامي أحكم الشريعة وأنحي قانون جانبا. أنت كده يعني ده يعني إزاي ده؟ وبالنتيجة احنا لا عندنا دولة. هذا نتيجة الصراع، انه كما تعلم لم تتشكل الدولة الحديثة بمعاييرها الصحيحة لحد الآن، ولا تشكلت الدولة الإسلامية الموعودة، فاحنا بالحالتين ضايعين. احنا في حالة انتقال، ما هو ده ايه حصل في العالم كله، يعني ما فيش اي مكان في الدنيا الناس نامت فيه في العصور الوسطى صحيت لقت نفسها في الدولة لا لا الحديثة، ما بس وكان تعلم في حروب وبتاع وكان في مشاكل لكن التجربة ولو انت كان الصينية حتى التجربة مثلا اذا انفقت كمية مناسبة من الدماء تستطيع ان تعجل طبعا بالانتقال، ايه زي مثلا في التجربة الصينية، في التجربة السوفيتية، حتى إلى حد ما في فرنسا، حتى بعد الثورة الفرنسية بعد كده رجعت عودة الملكية، ووصلنا لأنه كان في مثلا قضية دريفوس نعم في بداية في أواخر القرن ال 19،
ألف يعني مثلا في مثلا فرنسا، رغم ان فرنسا ريفولوشن. حصلت فيها ثورة، ولكن بعد الثورة بمدة طويلة يعني كان ما زال التيار الديني قوي، واستطاعوا ان هم يلفقوا لضابط يهودي تهمة تخابر مع الألمان اللي هم أعداء فرنسا. يعني شوف المزج هنا ما بين ايه القومية والدين يعني. دين فالجيش بالكنيسة الكاثوليكية مش عارف ايه حصلت تواطؤات من النوع ده، وإثارة فكرة بقى والمظاهرات تنزل الموت لليهود وشغل طائفية يعني، وكل الكلام ده كان في بعد قرن من الثورة الفرنسية. طبعا فهو لم يحدث قرن كامل، لأنه كان في 1800 حاجة و90. فاللي هو يعني اللي هي برضو يعني قرنه حتى 10 سنين هو من 1905 قررت الألمانية. 1905 أقرت الألمانية، والقانون موجود ليه؟ ما هو القانون نعم علشان في قوة تانية ممكن نعم تقاوم الكلام ده، وما زال في أوساط محافظة في فرنسا وما إلى ذلك. يعني هي المسألة ما هياش all or none، هي عملية رهيبة. واحنا شفنا مثلا المسألة بتاعت يعني ازاي طرد المفكرين في أوروبا طبعا وأعدموا وقبل كده أصلا شفنا الإصلاح الديني إلى أي حد يعني أدى إلى كوارث كبرى في يعني حوالي ربع السكان ماتوا إيه لا في أوروبا الغربية. بألمانيا تقريبا نصف. فإحنا بنتكلم عن يعني كارثة عظمى. كل ما فعلته الحركة الإسلامية منذ ظهرت إلى الآن من كوارث ومذابح بما في ذلك داعش، إيه طبعا يعني اقل مما حدث في الاصلاح الديني الاوروبي. هو ده الاصلاح الديني، الناس بتتعامل مع الاصلاح الديني بمعنى اللي هو التسامح الديني، في نعم خلط ما بين مصطلحين. نعم التسامح الديني اللي هو احنا عندنا برضو تقوى وايمان وكل حاجه، ولكن نتحمل بعضنا البعض واحنا من اديان ايه مختلفه، او نتحمل الناس اللي بيقولوا احنا مش من اي دين. هي تسامح فكرة يعني فكرة عظيمة بالنسبة للاقتتال ايه الديني، ايه ولكن عظيم، لكنها الإصلاح الديني كان في الحقيقة كان زي بروتستانت الأصولية كده، ايه اللي هي العودة إلى صحيح الدين وتكفير الكنيسة الكاثوليكية لأنها منحرفة عن صحيح الدين، نعم وكانت حرب ما بين مؤمنين قصاد هنا مؤمنين، ومؤمنين ودول مكفرين دول ودول مكفرين دول. يعني هي كانت العملية داعشية. يعني الناس طبعا فاكرة الإصلاح الديني ده هو التسامح الديني، لا، التسامح الديني ده مرحلة لاحقة بعد ما انهكت كل الأطراف في الإصلاح الديني. لكن هي هذا الإصلاح الديني لحد الآن مجتمعاتنا. أنا لا أستطيع أن أقارن الإصلاح الديني في العالم الغربي أو يعني في أوروبا مثل، وأنا وأفترض بوجود إصلاح ديني مماثل وجرت بعد ذلك سبب حروب. ما حصل مع داعش برأيي لم يؤدي إلى إصلاح بحقيقة، لأننا ما زلنا في المنطقة الدينية. هذا رأيي أنا، لم نخرج من المنطقة الدينية، وهناك تجارب لنشوء دولة حديثة، بعد لكنها لم تزل فكر. هذا قصدي، انا دايما برجع الفضاء في كله ديني بعد، ما زال يعني. الفضاء فضل ديني بعد انتهاء الحروب، نعم ولكن بقى في نوع من التقبل، يعني هتقبل هنا وجودك. هناك يعني في انا مش الغرب في الغرب، ايه. يعني تقبل وجودك مش معنى كده. وفضلت مثلا فرنسا كاثوليكية، وبعد كده لويس ال14 ألغى مرسوم التسامح، نعم واضطهد مرة أخرى البروتستانت في فرنسا بعد كل ما انتهت الحروب الدينية دي بأكثر من قرن. ده في القرن 18 حدث هذا الكلام، نعم يعني لويس ال14 ده كان في القرن 18 لغى مرسوم سابق للتسامح كان اتعمل في فرنسا، اي وابتدى يضطهد البروتستانت مجددا. ألمانيا كان مسارها أحسن يمكن لأنها كانت دفعت ثمن أفظع، فظيع يعني. فكانت ابتدت يعني ما حصل لهاش حاجة بالبشاعة دي قبل كده، وكمان لأنها كانت مجزأة ما كانتش موحدة، فكان في إمارات كاثوليكية وإمارات يعني بروتستانتية، وكل واحد 80 بقى إمارة كان يمكن 80 واحدة فكان الكاثوليك في إماراتهم والبروتستانت في إماراتهم. فهي برضو يعني تغير أفكار الناس واندماجهم في الحداثة والكلام، المسألة بتاخد أجيال بالضرورة، طبعا لأنه الناس ما بت يعني بيصعب عليها إنها تغير بيت اللي ساكنة فيه.
فما مطلوب. بالك في ان انت تغير افكارك؟ يعني انت هتغير، هتاخد عفشك زي ما هو، او يعني اللي هي الموبيليا وهدومك، وهتنتقل لمكان جديد، حد في حد ذاته صعب. يعني انت ما غيرتش كل حاجه، انت هذا غيرت حاجه مفهوم بسيطه بس. مفهوم، لكن حسب هي انت هو هسه تعاني هسه اذا غير طبيعي، اذا انتقل من مكان من بيتي الى فندق مثلا هسه لانه بحال السفر، بالظبط بس بدي ارجع للبيت بالظبط، ورجعوني. بدك ترجع للبيت. ولو انت مثلا في جاكيت معين بتحبه هذا ثم نعم بلى من كثره ايه الاستعمال، بتبقى زعلان انت هترميه لانه خلاص ما ينفعش عزيز تلبسه، بس هو يعني عزيز عشرة يعني عشرة يعني. عشره. بشوف موضوع صغير قد ايه بيبقى برضه مؤثر في نفسيه لكن الانسان. المشكلة وين؟ يعني عندما نتحدث عن هنالك عملية تراتبية، يعني العالم الغربي استمر وبدأ الانفصال بين العالم القديم أو التصور القديم والتصور الجديد واضح مع الزمن. احنا بالعكس، يعني عندما تراقب بالأربعينات خمسينات كانت هناك رغبة بتقديم صورة جديدة، بناء دولة حديثة ممتازة، وكم معالم موجودة، مدارس، وزارات، معالم دولة، إنشاء دولة حديثة موجودة وبارزة في كل مكان. اللي حدث العقدين الأخيرين أنا أعتبره نكوص، محاولة للعودة إلى النموذج الديني الأصولي المتشدد الذي يبني دولته الخاصة. هذا أين نجده في الكتاب؟ أنا أعتقد إن جواب، أقصد جواب هذا إن السؤال يعني. تفسيري لهذا الموضوع إنه لما نيجي نتكلم عن التقدم لازم نتكلم عن تقدم البشرية، تقدم الإنسان نفسه. نعم كويس، هو ده التقدم الحقيقي. يعني حتى التقدم التكنولوجي، عشان يبقى فيه تقدم تكنولوجي لازم يبقى فيه واحد يعرف يتعامل مع الآلة. طبعا لا، ما ايه اهميه الاله اذا كنت انت مش هتعرف تعمل بيها حاجه؟ طبعا يعني ماذا لو انا جبت لك اله تصوير معقده هي كفاءتها عظيمه جدا بس انت مش عارف هي بتشتغل ازاي؟ لازم انت نفسك تكون على مستوى الاله. فهي الفكره، هي التقدم وتقدم الانسان نفسه. فاللي بيحصل ايه؟ احنا مثلا هنشوف في تاريخ اوروبا برضو، انا برجع اضرب بيه لان عشان انا مش عايز احس ان احنا عندنا عقده، يعني احنا صنف غلط من الناس يعني. هو احنا خارج ايوه يعني نوع تاني غير الهومو سيبينز يعني. لا وانا بصراحة انا شفت انا صار عندي شك، يعني انا الظاهر انا الطينة الاسلامية الطينة مختلفة. يعني لما تشوف مثلا في عصر النهضة في ايطاليا لما ظهر الفن الحديث والافكار الجميلة الحديثة واستعادة الروح بتاعت المدنية الرومانية واليونانية نعم واحياء بقى الافكار بتاعت افلاطون وما الى ذلك، ايه وبعدين يجي بعد كده مارتن لوثر ومش عارف مين وينزلوا في بعض الطحن يطين الدين ويطيروا ربع سكان اوروبا، ايه انت ممكن تعتبر ده نكوص. طبعا ده احنا كان عندنا حاجة عظيمة جدا في عصر النهضة وبعدين جه بعديها عصر اطاح بكل ذلك. انا مش شايف الموضوع كده. ليه بقى؟ لانه عصر النهضه حط اسس فكريه وحط يعني شاور على مسار للتطور، ولكن لمجموعه محدوده من الناس. يعني النموذج لم يكن يستطيع ان يلتحم به غير طبقات عليا وطبقات وسطى مستريحه واشياء من هذا القبيل. انما علشان خاطر يدخل كل الناس الاخرين في النظام ده هيتم بدماء وصراعات وردود فعل وانتكاسات وده طبيعة الامور. يعني حتى مثلا في عندنا هنا لما نيجي نتكلم، الله ده مصر كانت مثلا في الفترة الملكية والخديوية كان يعني نشوف الوضع، كان في تقدم وتحسن وفي مدارس حديثة اكثر كفاءة بتاع دلوقتي، وكان في مثلا ناس بتلبس براحتها في المدينة، والمرأة تحررت بعد ثورة 19 وقلعت البرقع وهكذا، وابتدت تخش والمن الذي التعليم عدا عما بدا وابتدوا يشتغلوا صحيح على مستوى قليل، بس ده لمين؟ دول كام في المية من سكان مصر؟ ده كان عدد قليل. لما جت مثلا الفترة المصرية وبعدين ابتدت تزود نشر التعليم وتفتح الفرص ومش عارف ايه والكلام ده، أكثر حصل ايه؟ حصل ان ابناء الريف والمدن الصغيره دخلوا بيتم ادماجهم في النظام الحديث. نعم فلما بيجوا ما هم بيجوش خام كده، ما هم مش طبعا خام بتشكلهم زي ما انت عايز، م. فبيتلقفهم التيار الديني بيحسوا براحه اكتر مع التيار الديني.
لأنه هو متعود عليهم. فيبتدوا بيتأثروا في حاجات زي الإخوان المسلمين أو الجمعية الشرعية أو الجامعات نفس اللي الفكرية صار أو عندنا أي بالعراق حاجة. ومعظم الدول العربية. وبالتالي لحد بقى ما يتأقلموا على الفكرة المدنية ويتحولوا من نفسهم لحديثين زي ما معناها حصل قبل كده ايه، وبتاع، لازم تمر أزمة. معنى يعني ف النظام الحديث ان انت عايز ايه؟ هل انت عايز البشر يخشوا النظام الحديث، ولا انت عايز ايقونة حديثة تتفرج عليها ايه بيشارك فيها مثلا نص مليون واحد من 15 مليون اللي كانوا عايشين في مصر؟ هو الفكرة انه يبدو ان الدولة الحديثة او شروط الدولة الحديثة او مظاهر الدولة الحديثة فرضت على مجتمعاتنا فجأة كما قلت انت، وبقى الان احنا في هذه الازمة، لا نحن منغمسون في هذه المسألة بشكل جاد هي فرضت، وواعي هي في كل مكان فرضت بما في ذلك بكل اوروبا. مكان، لانه لا تستطيع الان ان امال هي ليه دايما كان في ملكيه مستبده قبل فكره حكم الشعب؟ لماذا بدات الحداثه بالملكيه المستبده؟ لا هو لويس الرابع عشر ده كان راجل ديمقراطي يعني، لا ده كان بيقول لتاسم انا الدوله. انا الدولة وانا انا بتاع كله. انا الدوله. يعني ما هي الدوله؟ الدوله هي لويس الرابع عشر. بس الدين هو يقول نفس الشيء. ولكن الراجل ده الدين يقول انا الله. كان بينشر انا الدولة المركزية الحديثة على حساب سلطة النبلاء، وهو التمهيد الحقيقي للثورة الفرنسية في النهاية. طبعا لا ثورة فرنسية بدون لويس الرابع عشر. هو فاحنا صح. لازم نشوف التاريخ في تطوره المعقد اللي هو ممكن نسميه الجدلي مثلا، نعم نعم اللي هو انه لا، انت علشان ظاهرة جديدة تنتشر وتضم ملايين من البشر، هؤلاء الملايين من البشر علشان يدخلوا هيبقى ليهم ردود افعال، وهتحصل انتكاسات وهتحصل حروب وهتحصل مشاكل، الى انه بعد كده يتم استيعابهم في النظام الجديد. لانه وفعلا بيتم استيعابهم، يعني صحيح مستوى التعليم دلوقتي اقل ولكن طبعا بيضم عدد كبير جدا من الناس، فمستوى الاميه تراجع يعني، وهكذا عدد الستات اللي بيشتغلوا في الشارع بالحجاب اللي بيشتغلوا هو صار وهم اصلا بالحجاب اكبر بكتير جدا من اللي كان لا لا موجود ايام الوضع الجميل اللي بنشوفه في الافلام الابيض والاسود بتاع العصر طبعا الملكي، اللي هو كان فيه ستات اكثر اناقه ومتحررات اكثر صح. في لكن لبسهم وما بالحقيقة الى الحجاب ذلك. اصبح ولكن هم كانوا قد جواز ايه مرور للعمل، بالظبط، جواز جواز مرور مرور خروج للعمل ايه والخروج والتفاعل بتاع. فهي لازم نتقبل التعقيد ده، لانه والا نتحول ان احنا في الحقيقه مضويين برضو. هنقعد نقول ده اين كان العصر الذهبي بتاع الاربعينات الذي ذهب ادراج اي الرياح بسبب هؤلاء الاسلاميين الجبناء يطلعوا لك على الذين الأبشر اتوا من لا شيء. دول جو فرضه ونفسه، كانما احنا جايين من ايوه احنا جايين ويطلعوا لك صور هاي الميني جوب والهيكي والنسوان ايام الخريجات كلية الطب. ولا شوفوا شوفوا ما فيش ولا والمدرسة واحد الثانوية اللي بتاعت ايه البنات اللي كانت كلها لبس اخر لابسين موديل لبس جميل ايه وبيلعبوا طالعة رياضة، واللي بيلبسوا لبس رياضي ايه بالشورت وبتاع عشان بيلعبوا رياضة. شوفوا 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 بس صحيح. هذه هي تبقى حتى انا اتذكر في بغداد، مش كل مكان يعني اماكن فقط المدن الكبيرة، لكن بقت المدن الصغيرة حجاب منتشر، ونادرا لما تشوف واحدة لابسة بدون حجاب. فصار يعني لكن القضية الإسلامية حولوها مسألة الحجاب تحولت إلى شكل ورمز للسلطة الإسلامية. بالضبط. هنا الموضوع أنا أقصد بأنه التخلف حدث، يعني حتى نرجع لأوروبا عندما نجيب مثال جاليليو، عندما تشوف انه ايطاليا تخلفت كثيرا بعد جاليليو جاليلي بعد محاكمته. صحيح هو قدم، هو مؤسس العلم الحديث بصراحه، وتلقفوا الاخرين كتابه وكتبه اكيد، ونيوتن ومنهجيته، بنى عليه وهكذا. لكن بعد اعتقاله وفرض الاقامه الجبريه عليه ايطاليا لم تقدم اي اسم. لاحظ هاي فرق. احنا الان نفس الفكره، عندما تجد اسماء جيده مثل طه حسين كوكب من المفكرين والكتاب والناس الطامحين بأن يقدمون فكر تنويري مختلف، الآن النكوص كبير جدا. هذا المحور يؤدينا إلى السؤال، ولماذا كتابك لم يقرأ جيدا؟ أنا هذا رأيي، أنه لأنه يبدو أن التخلف وصل إلى درجة كبيرة جدا، وهيمنت الرؤية الدينية للعالم ما زالت أصبحت أقوى من السابق.
أنا يعني طبعا أنا أشكرك جدا على يعني وسعيد للغاية بأن الكتاب يعني يعني عجبك، ولكن أنا في تقديري أن الكتاب أصعب من أنه يتم التعامل معاه بسهولة. يعني هو مش كتاب تاريخ عادي، بمعنى أنه نعم، هو مش بيحكي هو حكاية، نقدي، كتاب نقدي. كتاب ومليء بمناقشة إيه؟ مصطلحات ومفاهيم وما إلى ذلك من حين لآخر يعني. وحتى لما بيتناول التاريخ بيتناوله بشكل تحليلي نعم. الأطر العامة لحركة تاريخ مصر الحديث، وده طبعا كان ضروري، لأن عشان أحط في كتاب واحد تاريخ مصر الحديث، يعني لو هحكي تاريخ مصر الحديث بالتفصيل هحتاج مجلدات. طبعا. فإنما هنا كان الفكرة هو إشارة للتحولات، فهو له طابع تحليلي فهو صعب إلى حد ما. وبعدين هو ما بيستجبش لأي من الخطابين الأساسيين، لا الخطاب الإسلامي هاي أم ولا الخطاب بتاع إن مصر هي طول عمرها أمة من قديم الأزل، وإن هي بس كانت في غفوة ثم قامت. ويعني الفكر الأسطوري برضو ما بيستجبش للفكر الأسطوري بتاع النزعة المصرية. فأعتقد إنه ودول يعني النزعتين الكبار، وإن كان طبعا ده أقرب لفكرة النزعة الوطنية من الفكرة الإسلامية الكتاب يعني. نعم فمن الطبيعي إن هو يعني إلى حد ما يبقاش، يعني ما يعني أعرفش، أنا بحاول أفسر، أنا مش عارف بالظبط يعني، أنا دي اجتهادات. ايه، لا انت سميت تقول هذا، سميت تقول هناك صراع بين اثنين، وهذا الخطاب الذي او الذي يأتي من خارجهما يبدو له ما لا معنى له. لا معنى له، هو خارج القياسات والسياقات. احنا انا إيه، انا اشوف عندك حوارات مع اسماء لها علاقة بالتنوير، لكن ايضا يعانون في فهمك، في فهم خطابك، وهذا انا اعرف السبب يعني، بس اتمنى انت تفسره. انا مش عارف لأي حد. هو طبعا هي اصل هي في مشكلة كمان، انه في العقد او العقدين اللي فاتوا، في العقد اللي فات اساسا يعني بعد الثوره نعم بالذات، تبلور يعني نوع، لا وله اصول من قبل كده، اللي هو تبلور تيار ليبرالي مبني على اسس مجموعه من المبادئ. ف نعم وهذا التيار هو عنده مسطره بيقيس عليها ما هو صحيح وما هو خطا. نعم ف ماذا مدى اتفاقه مع قيم الديمقراطية، مدى اتفاق الشيء الفلاني أو الاتجاه الفلاني أو التيار الفلاني أو التفسير الفلاني مع حقوق الإنسان. نعم وبالتالي في مشكلة طول الوقت في يعني في التعامل مع التاريخ، يعني في ميل التعامل مع التاريخ على إن إحنا بنحكم على التاريخ يعني، بمعنى نعم فمن هنا مفيش ده اللي عشان كده. ولا ونظرا لان يعني التيار ده كبير جوه التيار الحداثي نعم المصري، فهو ما عنده مشكلة في التعامل مع التاريخ بطريقة معقدة او واقعية، لانه بيكتفي بانه يحكم عليها نعم يعني، فيقول ان احنا مع طه حسين ولكن احنا محمد عبده كذا ولكن مش عارف مين وهكذا. يعني بنصنف الناس لناس معانا وناس علينا حسب ما اقترابهم او ابتعادهم من المعيار اللي احنا حاطينه. ويبقى التحليل في الاطور ده، احنا تعالى نحلل فلان، نعم فيبقى في ناس شايفه مثلا ان محمد عبده لا بالعكس اللي عبده تقدمي، وفي ناس شايفه بالعكس ان محمد عبده لا ده هو ده اللي ممهد لحسن البنا فهو يعتبر هو راجل اصولي وسيء يعني وهكذا. فالنقاش بيبقى في الحدود دي، مدى الاقتراب من المعيار. انا مش شايف الموضوع ان احنا كده، ان الاقتراب من المعيار يشمل الابتعاد عنه، لانه الحركه التاريخيه معقده وفيها ردود افعال. أنا أتفق معك، وكل تفصيل من تفاصيل واقعنا هو فيه تعقيدات لا أول لها ولا آخر، لكن يبقى السؤال الأساسي أنه أنت لماذا هنالك حاجز بين الدولة، يعني أنت وضعت صراع من نمط صراع إسلامي مع صراع الهوية الوطنية، لكن الصراع التنويري أين؟ التنويري لا مكان له بينهما. كان يفترض أن الوطنية، المشروع الوطني يحتوي أو ينضم أو يحتفي بالخطاب التنويري، وهذا المفروض، لكن أنا ماذا رأينا؟ رأينا العكس،
إلا في حالات، لا أعتقد بأنها حالات كبيرة ومهمة، مثلا جعلوا مطه حسين مثلا وزيرا، ولكن بعد ذلك يعني بقى الخطاب التقليدي المحافظ داخل الدولة نفسها، أو الذي يدعي الوطنية هو بداخله أيضا شبه منخور بالخطاب التقليدي. ما احنا لو شفنا الخطاب التقليدي نفسه هنلاقيه مش تقليدي، لان مثلا لو مسكنا اديك مثل، يعني مثلا لما اصدر قاسم امين كتابه الشهير تحرير المرأة 1902، يعني في بداية القرن العشرين، اتهم بالكفر والزندقة وقالوا له هات مراتك واشياء وسخة من هذا القبيل، ودايوس بقى وحاجات من النوع ده. وإيه هو إيه اللي الراجل كان كاتبه في الكتاب؟ قال إن الست تتعلم، وإنها في حالة الحاجة تستطيع أن تعمل، بس وما قالش الحجاب يعني إن هي بمعنى إن هي تمشي سافرة بالمصطلح الحديث، إنما إن هي تخرج من بيتها. ما هو الحجاب هو الحجز في المنزل، طبعاً تقر المرأة في بيتها يعني. بالضبط. فهو الراجل ده من أول القرن 19 ففاهم. الآن الموضوع الآن الإسلاميين نفسهم يعني رجعتهم المحافظة بتقبل الكثير مما يتجاوز قاسم أمين نفسه. أي لكن صحيح يعني أنا تقبل دلوقتي إن المرأة تعمل من غير ما يكون في حاجة، يعني مش لازم إن البيت محتاج لشغلها فتشتغل، لا ممكن تشتغل من غير ما يكون البيت محتاج لشغلها. ان المرأة تقدر تتحرك بشكل اكتر، وممكن يعني بيقبلوا مثلا انه ممكن المرأة تسافر خارج البلاد، يعني في ده اللي هو ده احنا بنتكلم عن المحافظين. فاحنا لما نيجي نتكلم النهاردة عن القوى المحافظة فهي محافظة بالنسبة لمتطلباتنا النهاردة، فهي بتشكل عائق، ولكن هذا العائق مش هو اللي كان موجود في بداية القرن من قرن قبل كده. لاختلف الوضع، اختلف الوضع بالكامل، وايضا الحداثة او منتجات الحداثة فرضت نفسها على فرضت نفسها عليهم. وبالعكس ده هما مثلا هتلاقي في الجامعة منقبات، يعني طب ما تقر في بيوتها، لا مش بتقر في بيوتها بتيجي، هل له لا لا روحي اقعدي في البيت بقى ما اصل انت منقبة، لا ده يعني هي في النهاية العملية معقدة. من ناحية تانية موقف الدولة بقى، موقف الدولة تعقيد، لأن موضوع التنوير وكل ما إلى ذلك هو نقطة في الحسابات السياسية وليس هو الحساب السياسي. الحساب السياسي حساب أكثر تعقيدا من أنه هو يختزل في هذا المبدأ مقابل هذا المبدأ. طبعا هو هذه السياسة أو هذه تلك السياسة، إنما بيبقى فيه اللي يفكر أنه لا إحنا عايزين نعمل تحجيم لفكرة الأصولية الإسلامية، ولكن احنا مع الاغلبيه المسلمه برضو وهكذا. والتطور دون عادي جدا برضو على فكره، احنا ما احناش صنف غريب من البشر، احنا عندنا دوله زي الولايات المتحده الامريكيه تاسست بدستور عظيم، وهذا الدستور حصلت بعديه مش عارف بعشرات السنين حرب اهليه لتحرير العبيد. نعم. وبعد تحرير العبيد قانونا بعد حسم قضية الحرب الأهلية أيضا ظهرت حركة الحقوق المدنية في السبعينات والستينات. فضل هذا الإشكال، وأنت بتتكلم عن دولة ديمقراطية وفيها دستور وفيها مش عارف إيه ومجلس شيوخ وكل ومحكمة دستورية عليا وكل حاجة، وكانت العلمانية، ولكن الـ 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 في أماكن ما يقدرش يدخلها الأسود، أماكن عامة طبعا. وأيضا ما زال الدين وغالبية الشعب الأمريكي مؤمن ومتدين، لكن الموضوع العلماني لا. حتى انا جايب النموذج بتاع السود ده لانه نموذج صارخ، يعني معنى ان انت دستوريا مفيش حاجه اسمها مفيش وضع خاص للسود خالص طبعا، خصوصا بعد تحرير العبيد خلاص مفيش عبوديه وكلنا زي بعض، حتى ولكن المجتمع في اللي تقبل وفي اللي ساعد الزنوج الاندماج وفي اللي قاومهم بشده وفي اللي فضل محافظ بالتقاليد القديمه. لكن المقارنه هي عمليه معقده، المعقده والدوله كانت ساكته على الكلام ده وسايباه. اللي عايز اقوله انه يعني ان مواقف الدوله اللي هي ما بتقفش حتى مع نصها الدستوري نفسه وتتغافل عن تطبيقه بصرامة،
ده موجود في الحاله الامريكيه في التعامل مع الزنوج لحد ما جت حركه الحقوق المدنيه واضطروا ان هم يصدروا قوانين للتمييز الايجابي ومش عارف ايه، لانه ما فيش غير كده يعني، لان لما بيترك المجتمع لذاته والسلطات الفعليه اللي في الجمهوريات، لان دي جمهوريات، هو اتحاد جمهوريات اللي هي امريكا، لان الدوله دي متقدمه على الشعب كويس، لا دولة متواطئه كانت مع اضطهاد الزنوج لقرون، قانونيا قانونيا هي هي انما قانونيا الدستور كده. احنا بقى عندنا مثلا في الدستور المصري انه دين الدوله الاسلام اصلا كويس، ولكن الكلام ده تطبيقه يعني دايما بيبقى فيه محل تفاوض، والدوله فالدوله عايزه تعمل تحديث او بتحاول تعمل دوت، ولكن في اطار ان هم نفسهم ناس مسلمين ما عندهمش اي موقف من الدين سلبي، بالعكس هم يعني ممكن يبقوا متدينين جدا، وبعضهم تاثر بالحركه الاسلاميه اصلا، الصحوه الاسلاميه استمرت 40 سنه دي، فبالتالي عمليه معقده، فهو بيراعي توازنات كتير في حركته الاجتماعيه، ما ينفعش ان هو بيضرب الاخوان ويبقى عنده مشكله مع السلفيين ويتخانق مع ده كافر بقى لا لا ده كافر، ده عايز ينشر الالحاد بقى لا تتابع لا بقى فكده يستعدي كل الجمهور ده، او يتيح فرصه للقوة دي كلها انها تستعدي الجمهور على الدوله يعني. لكن انا عندما اطلع على يعني الجهد الاعلامي التوجيهي، عندما تطلع على النص المنهجي المناهج الدراسيه، الذي حصل فيها تحسن، حصل فيها تحسن كبير، انا شفتها. اين المنهجيه العلميه فيها؟ لا في مناهج علميه في الـ في الـ في الكتب العلم، المنهجيه العلميه شكليه، لكن انت عندما تجد اين يعني لماذا لا يقرا كتابك بطريقه جيده؟ لانه الاسس الفكريه والبحثيه المنهجيه غير متوفره لدى. لا بس ده ملوش علاقه بتوجهات الدوله التعليميه، لان الجيل اللي بتربيه الدوله ده هينضج لقرايه الكتب لسه يعني، لا يعني من ابتدائي بقى لحد ما يكبر ويبقى شاب ومش عارف ايه ويهتم بالثقافه ويوصل بقى انه يقرا الكتب دي ويلاقي منها لا ياخد له محتاج 15 سنه يعني الاعرب بس. لكن انت لما تاتي الى الغربي الان يعرف الفرق بين العلم، صعد تاكسي مصري فهذا اول واحد اشوفه يشغل عبد الحليم، واول واحد يشغل اغنيه، الكل يشغل قران، كانما يعني ما اعرف شو الموضوع. لا ما يعني ما انت حظك وحش زياده يعني، هو بيشغلوا قران كتير، لكن كمان اللي بيشغلوا حاجات تانية موجودين. ما صعد 20 تاكسي باص، خلينا نروح الباص اي مكان كله قران، القرآن يخلص بعد ذلك آذان وبعد. فهذا أنا أعطاني طابع بأنه هل إن الشعب المتدين أم أن هناك توجيه لإشاعة التدين يعني. لا يعني هو في ده، لا ده أخف في وقت الصحوة الإسلامية قبل الثورة، وقتها كان ده أكتر. إيه عندما تأتي الفترة الناصرية أحلى حتى بالآخر. لا فأنا بتكلم قبل الثورة الأخيرة دي، قبل ثورة يناير كانت أكثر، كان الموضوع أكثر بكثير. أيوه؟ وكان لا يعني ده كان توحش إسلامي يعني، توحش توحش فعلا هذا يصنع توحش، وكانوا بيمارسوا سلطة يعني، يحجبوا البنات بالعافية في المدارس ومش مش بالإقناع، هذا اللي شرقنا بالعراق. يبقى أنا مدير مدرسة وإسلامي فاستغل سلطتي يعني. لا بالعراق الآن حاليا هاي موجودة موجودة وبكثرة. السؤال الآن إنه أنا وين المشكلة؟ أنت بالكتاب بتاعك حددت مفهومين، التخوين والتكفير، التخوين اللي يخص بالدولة الوطنية، والتكفير اللي يخص الدولة الإسلام أو المشروع الإسلامي. لكن هذه الثنائية بالحقيقة إنه التخوين للوطن، هو الوطن ما زال مشروعا لم يكتمل. أنا هذا برأيي يعني، وأنت تفترض بأن هذا المشروع بدأ من محمد علي وبدأ يتصاعد إلى أن بدأت تتشكل هوية مصرية. لكن أينك؟ إحنا تحدثنا عن أنه لم تكن هناك هوية مصرية حقيقية معنى الحديث يعني. لكن عندما تأتي على الهوية المصرية تجد أنها هوية في صلبها دي هوية دينية. ما هو بصفة عامة أي هوية وطنية بتاعت الدولة القومية بتحتوي على مكونات ثقافة الشعب اللي موجودة فيها. نعم.
بالضرورة، والا تبقى يعني جسم غريب، يعني تبقى ملهاش دعوة بالناس، يعني ملهاش دعوة بالشعب نفسه. يعني بمعنى انه مثلا عشان كده حتى العلمانيات مختلفة في الدول، اي لا كانت لانه علماتية الفرنسا غير كان فرنسا فرنسا حاجة، المانيا حاجة، هولندا حاجة، هويتها واضحة. بلجيكا شيء، وهكذا. كل حاجة ليها نظام، امريكا شيء، وهكذا. ما انت ما تقدرش تنفصل عن تراث، لان المفروض ان العلمانية دي تطلع من داخل، او اكتمال الدولة الوطنية بيتم من داخل التفاعل ده، التفاعل ده بتاع متطلبات الحداثة مع التراث اللي متاخد، او طبيعة الناس اللي موجودة، يعني اللي هي بتشكل الشعب او السكان اي صحيح، بتوع لكن البلد. هو المشكلة في الاسلام انه يقول لك انا مسلم. هي اولا هو مفهوم الهوية برأيي انه مفهوم معاصر، ليس مفهوم قديم، يعني ان مفهوم اجى هو نتاج للدولة الوطنية، وحتى هوية تحمل انت معك بطاقة هي مكتوب فيها يسموها الديانة. الهوية، ما هي هويتك، لكن ان تأتي بالهوية التي تمثلك، التي تمثل الوطن. يعني انت لما تكتب هذا هولندي او الماني اكتب هويته ايدنتيتي الماني، لكن عندما تاتي هنا يكتب مصري، وايضا تحت يكتب الديانه مسلم. مثلا صحيح. في الدول الوطنيه الحقيقيه لا توجد فيها ديانه، صحيح. فاذا يعني ولكن لا هل مشكله. انت تعرف مثلا ان في امريكا، انت عارف قصدي؟ امريكا ما فيش هوية، لكن في الوثائق الرسمية بيتكتب العرق. الأرض هذه يعني ده تراث، طبعا هم تراثهم مش تعصب ديني، ولكن تعصب عرقي. ايه فبيكتب العرق ان ده هسباني، ان ده ايه الأصول بلاك امريكان، ان ده مش عارف كده، يعني ايه كويس، وايت الى اخره. فالكلام ده بيتكتب. فالدول الاوروبيه مثلا كان مليئه بالمشاكل العرقيه، مش على اساس ديني بعد ما انتهت الحروب الدينيه، ولكن على اساس عرقي. في مشاكل إيه؟ موجوده على اساس عرقي، لكن واقليات واشياء من هذا القبيل. فليه ده جاي منين؟ جاي من طبيعه التراث بتاع البلد نفسه. فهي الدوله الحديثه في النهايه هي تكوين، لما تقرا على الورق هو شيء ابستراكت، كلنا مواطنين، صح كلنا متساويين، اعضاء في كيان واحد اسمه الدوله، كلنا زي بعض. زي بالظبط فكره الدوله الاسلاميه، مش إيه. الفتوحات العرب انشات الامبراطوريه الاسلاميه، نعم هل دي كانت قائمه على مساواه المسلمين؟ نعم، لا، وبعد ذلك لم تقم على مساواة لا المسلمين طبعا أصلا. في كانت تبيد. العرب، وفي عرب الشمال ايه سيسودوا على عرب الجنوب اللي هم اليمنيين، ومنا الحكم ومنكم والعرب كلهم بيسودوا على غيرهم، ايه واللي بيسلموا من غير العرب بيفضلوا يدفعوا جزية في الفترة بتاعت الدولة نعم الأموية، وحتى بعد كده. ولما يجوا الترك يحكموا، يبقوا الترك هم الأشياء، وحتى الأسياد، بعد ذلك بدأ وقبل يجوز كده الفرس، وهكذا. يعني لكن النموذج بيقول ايه؟ ان كل مسلم زي كل مسلم، ان التمييز بس ايه ضد الغير مسلمين، ولكن المسلمين متساويين. هاي ده مشكلة ده إسلامية، هاي ده مشكلة ايوه إسلامية. بس ده هو ده الواقع. لا هو الإسلام أيضا يفرق بين المسلمين، ما فرقش بين المسلمين، يفرق لا فرق. لا، ازاي؟ هو في اي حاجه في الاسلام بتقول ان مضر او ربيعه او لا لا غيره لا لا، لأن هو يلم او الجميع تحت هاي الخانة ويسوي او اي يعمل مثلا اللي اصله فارسي احسن من اللي اصله يعمل مصري، أتباع، ولا إمام احسن. وأتباع. هاي الفكرة الإسلامية. المفروض ان الاتباع متساويين تحت الامام. لا، إيه ده ما كانش يعني حاصل، القطيع. ده ما كانش حاصل. ده كان في إيه؟ عرب اليوم وضع، وبقيه الاعراق تانية اليوم وضع، وهكذا، رغم ان كلهم تحت الخليفه لكن يفترض. إيه لكن أنت عندما تحلل إيه أوكي، لكن إيه أنا قصدي وين؟ عندما تأتي إلى الفكرة أو المنظومة الفكرية دائما تجد هناك إشكالات، مثل المنظومة العلمانية في ما ده إشكالات. اللي انا عايز اقوله. انا إيه؟ عايز اقوله ان المبدأ شيء، وواقعه التطبيق شيء تاني. المبدأ المجرد لما تقراه على الورق صح. لازم يكون فيه اتساق معين، ولكن لما تيجي تشوفه في الواقع الواقع هتلاقي ان يختلف. بتدخل عوامل تانية بتعمل له تويستنج، يعني بتلويه، يحصل معلش له التواء. انا متفق معك. التواء بقى على اساس ديني، على اساس اي لانه هو في على ضمن اساس اشياء عرقي، على اساس 100 مش مشكلة عارف في وهكذا، الواقع. على اساس انا اللون. قصدي
على اساس طبقات، على اساس كده لا يعني. انا اللي اقصده وين، انت سويت ثنائيه التنوير، التخوين والتكفير، وقلت التنوير هو هامش وغير مفهوم في الكتاب، ولكن عندما تاتي تراقب فكره التخوين بدات كفكره صحيحه ولها علاقه بالدوله الوطنيه، لكن مع الوقت بدانا نشعر بان هذا المسلم او المكفر بدات تتداخل بين الامرين، ما في تداخل واصبح طبعا. الطرد للتنويري الذي هو يفترض ان يكون هو صاحب فكره التخوين. لا طب هو اصلا بيتم تخوين الاخوان المسلمين، نعم. فبالتالي لان هم لا اعداء الوطن، ويقول لك لا يمثلون الدين مثلا، ومش بس لا يمثلون الدين، وحلفاء تركيا وقطر هاي خلطة، هاي خلطة اعداء. ايوه ما هو ده، لان في صراع، لان صراع. احنا في مرحله في وضع انتقالي، هذا فبالتالي الكلام، هذا فيه هو الكلام. ده فهو بالتالي وهو ليه طب في اي دوله بيتم يعني عقاب الخونه بالمعنى طبعا المباشر البسيط، اللي هو هو واحد التكفير سرب مثلا أسرار وثائق للاعداء، طبعا. كويس. ولكن لا، احنا عندنا في خطاب تخويني، خطاب تخويني يعني معنى ان انا بقول ان اللي بيقول كذا هو كافر، ده خاين او ده خاين، كافر، إيه. كويس. فهنا بمعنى ايه هنا؟ لان في مشاريع سياسيه متناقضه وبينها صراعات، فمن حيث المبادئ يعني، إيه. فبيتم تخوين وتكفير بالجمله، طبعا مش تخوين حد معين يعني يتهم ويروح محكمه ويحكم عليه، ده موضوع تاني. هسه احنا حتى نختم، اتمنى تعطيني فكره نهائيه عن مشروعك او كتابك، وما هي مفاتيح هذا الكتاب المناسبه لفهمه. يعني هو الكتاب مكتوب بأبسط ما يمكن. أنا ابتديت الكتاب بمدخل عن الدين وعن السلطة نعم بصفة عامة، نعم وعن الأديان الإبراهيمية أو الرسالية، وفي نفس الوقت انتقلت من ده بقى كمدخل للتأطير اللي أنا بعمله لتاريخ مصر الحديث، للتفسير اللي أنا بعمله لتاريخ مصر الحديث، اللي هو بيبتدي في المراحل اللي هي الأولى، التحديث بتاع المرحلة الخديوية، ثم المرحلة الاستعمارية، ثم المرحلة الجمهورية. وفي نفس الوقت في كل فصل بحاول أناقش مفاهيم أساسية متعلقة بالمرحلة اللي أنا بتكلم فيها. نعم. يعني بناقش مسألة الإصلاح الديني لما بتكلم عن محمد عبده مثلا، أو بناقش فكرة الإمبراطورية مقابل القومية، وهكذا. فده بصفة عامة ده الإطار العام للكتاب. أوكي، شكرا جزيلا، وإحنا الدكتور حديث مستفيض، والحلقات القادمة راح نتناول كل فصل على حدة، وأتمنى تتابعونا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء قريب، وشكر جزيل للدكتور لشرح هذا الكتاب، وأدعو الجميع إلى الاطلاع على هذا الكتاب أيضا لأهميته، بل ولدراسته أيضا، وليس مجرد اطلاع عادي. شكرا جزيلا. الشكر شكر ليك، وشكر للاحتفاء بالكتاب، وشكر لكل المستمعين اللي هيستمعوا لينا إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.